أيها الأخوة، أما عرفة، يوم عرفة من الأيام الفضلى تجاب فيه الدعوات وتقال فيه العثرات، ويباهي الله فيه الملائكة بأهل عرفات، وهو يوم عظم الله أمره ورفع على الأيام قدره، وهو يوم فيه إكمال الدين وإتمام النعمة، وفيه مغفرة الذنوب، يوم العتق من النار. إنه يوم اللقاء الأكبر بين العبد المنيب المشتاق وبين ربه الرحيم التواب، بين هذا الإنسان الحادث الفاني المحدود الصغير وبين الخالق المطلق الأزلي الباقي الكبير. وعندها ينطلق اللسان من حدود ذاته الصغيرة إلى رحابة الكون الكبير، من حدود قوته الهزيلة إلى الطاقات الكونية العظيمة، من حدود عمره القصير إلى امتداد الآباد التي لا يعلمها إلا الله. فيوم عرفة يوم المعرفة، يوم عرفة يوم المغفرة، يوم عرفة يوم تتنزل فيه الرحمات على العباد من خالق الأرض والسماوات. وقد قيل، دققوا، من وقف في عرفات ولم يغلب على ظنه أن الله غفر له فلا حج له. من كمال العطاء أن يغفر الله لك وأن يلقي في روحك أنه قبلك، من كمال العطاء. أظن جازما أنه من وقف في عرفات مخلصا ألقى الله في روحه أنه قد غفر له وعاد كيوم ولدته أمه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام عند الله أفضل من عشر ذي الحجة. فقال رجل: هن أفضل أم من عدتهن جهادا في سبيل الله؟ قال: هن أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله. وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء، يقول: انظروا عبادي، جاءوني شعثا غبرا ضاحين، جاءوني من كل فج عميق، يرجون رحمتي ولم يروا عذابي. فلم ير يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة. أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة قبل أن تغيب الشمس قال: يا بلال، أنصت لي الناس. فقام بلال فقال: أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنصت الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: معشر الناس، أتاني جبريل آنفا فأقرأني من رب السلام وقال: إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات وأهل المشعر الحرام وضمن عنهم التبعات. فقام عمر ابن الخطاب قال: يا رسول الله، هذه لنا خاصة؟ قال: هذه لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر رضي الله عنه: كثر خير ربنا وفاض. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو عز وجل ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ انظروا إلى عبادي شعثا غبرا، اشهدوا أني غفرت له. أيها الإخوة الكرام، إن الله يغفر للحاج، ومبالغة في إكرام الحاج لمن يستغفر له الحاج. يعني أي خدمة تقدمها للحاج قبل سفره أو بعد مجيئه، أي خدمة تقدمها له والحاج امتلأ قلبه امتنانا منك واستغفر لك، هذه عند الله
ثابتة. أيها الإخوة، ما رؤي الشيطان يوما كما قال النبي الكريم هو فيه أصغر ولا أبحر ولا أغيض منه من يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. والإمام أحمد يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. دققوا، يعني أفضل شيء تصل إليه في الحج إلى التوحيد، ألا ترى مع الله أحدا، ألا ترى زيدا أو عبيدا، القوة الكبيرة، الأمة الطاغية، الجهة المتغطرسة، ألا ترى مع الله أحدا، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أيها الإخوة، عرفات موقف عجيب، يغطيه نبات بشري مختلف ألوانه، أغصانه تلك الأيدي المرفوعة بالدعاء إلى رب الأرض والسماء. يرى الحاج بين يديه صورة مصغرة للمحشر العظيم يوم القيامة، وعليه أن يستعد له منذ الآن، لأن رحلة الحج يعود منها الإنسان إلى وطنه، ولكن المحشر العظيم يوم القيامة لا يعود منها إلى وطنه. إذن الحج رحلة قبل الأخيرة، محشر، ما في أي تمايز، بشر من كل الملل والنحل والشعوب والأقطار والأمصار، أغنياء وفقراء، أقوياء وضعفاء، علماء وجهلاء، كلهم في مكان واحد يرفعون أيديهم إلى الله عز وجل. إذن هو رحلة قبل الأخيرة من أجل أن نستعد للرحلة الأخيرة. الناس جميعا بلباس واحد، بدعاء واحد، بابتهال واحد، كلهم ضعاف، كلهم فرادى، نموذج مصغر للرحلة الأخيرة. إذن هو رحلة قبل الأخيرة من أجل أن تستعد للرحلة الأخيرة.